من الفوائد في هذين الأثرين وأريد منكم الشرح. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم الجزء الثاني صفحة 27، قال: ولا بأس من الوضوء بماء المشرك وبفضل وضوئه. نقسم: ولا بأس من الوضوء بماء المشرك، ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ تفضل. ليس هناك مانع أن يتوضأ الرجل بماء المشرك إذا أخذ منه. نعم، إذا قدم لك مشرك ماء وهو طاهر ليس فيه أي نوع من النجاسة، فهل يجوز لك شرعا أن تتوضأ بهذا الماء؟ فيقول الإمام الشافعي: لا بأس، خذ منه هذا الماء وتوضأ به. لو سافرت إلى بلاد الكفر لعلاج أو لحاجة ماسة أو لسبب أو آخر، فإذا بك يقدم لك الماء للوضوء من قبل المشركين، فهل يقال أن وضوءك باطل؟ الجواب لا. لما؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ بماء نصرانية. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا يلتقي مع أي مباحث من علم أصول الفقه؟ هذا يلتقي مع أي مبحث من مباحث علم أصول الفقه؟ تفضل. هذه قاعدة. تفضل. هذه قاعدة فقهية من مبحث أصول الفقه، ولا أقول القواعد الفقهية، هذا يلتقي مع مبحث الحكم الشرعي، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فالشرع عندما جعل الأحكام الخمسة ربطها بماذا؟ بأفعال المكلفين. فالفعل هنا لا ينظر هذا الذي قدم لك الماء نصراني مجوسي مسلم، مباحث أخرى ليس لها صلة بالوضوء، قد يبحث من باب آخر لكن من باب الوضوء لا صلة له. فإذا هذا يلتقي مع ما عرفه أهل العلم من الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذا فعل وليس متعلق بأعيان، متعلق بأفعال. الفعل ماء يتوضأ به، فليس له صلة بالأعيان في جانب الوضوء، أما في مباحث أخرى لا صلة لنا به الآن. إذن هذا أولا. قال: ولا بأس من الوضوء بماء المشرك وبفضل وضوئه. ما معنى وبفضل وضوئه؟ باقي الإخوة لما لا يرفعون أيديهم؟ تفضل. الماء المستعمل الذي تعمله الكافر. لم نفهم عليك شيئا. تفضل. تفضل. الماء الذي يتقاطع المطلق. تفضل. يحمل معنيين: الماء المتبقي من المشرك. أيوة. الماء المتقاطع على المشرك. نعم. إذا الماء المتبقي من وراء المشرك أو الماء المتقاطع يقبل أن يتوضأ به المسلم، لكن ماذا قصد الإمام الشافعي هنا؟ قال: ما لم يعلم فيه نجاسة. إذن هو يتكلم عن الماء المتبقي، وسوف يأتي بيان ذلك أيضا لاحقا. ما لم يعلم فيه نجاسة، إذن ما هو شرط استخدامه؟ تفضل. أن لا يكون نجسا، لأن الماء طهارة عند من كان، لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان، حتى تعلم نجاسة خالطته.
ما معنى هذا الكلام في الأخير؟ إن غسل الماء النجس هو طاهر إلا إذا يقن أنه أصابت نجاسة. أكمل الكلام. أنا شك في لا أكمل الكلام. أن الماء طاهر بغض النظر. أكمل الكلام. بغض النظر عن مكان وجوده. نعم بغض النظر من الذي قدم لك هذا الماء. العبرة أنه طاهر في نفسه. نعم إذن هذا فيما يتعلق بالأثر وهذه الفائدة التي ذكرها الإمام الشافعي.